لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: المدرب وليد الركراكي يفاجئ مدافع وداد باريس ويبعده عن حساباته الموسم القادم. رسميا نادي اتحاد طنجة يقترب من التعاقد مع متوسط ميدان النادي الأحمر. سعيد النصيري يقدم مبلغ مالي كبير للتعاقد مع مهاجم أفريقي بالميركاتو الصيفي الحالي. وفي خبر عاجل، اللاعب الإسباني ألفاريز كونزالو يقترب من التوقيع للنادي الأحمر في صفقة الموسم. أبدى نادي اتحاد طنجة رغبته في ضم اللاعب صلاح الدين السعيدي بعد رحيله عن الفريق الأحمر بالميركاتو الصيفي الحالي، وأصبح اللاعب صلاح الدين السعيدي محط اهتمام نادي اتحاد طنجة للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الكروي القادم. وكان مسؤول نادي اتحاد طنجة قد أبدوا رغبتهم في التعاقد مع اللاعب صلاح الدين السعيدي لتعويض رحيل محمد علي بامعمر الذي انتقل إلى نادي المغرب الفاسي بشكل رسمي. ويعتبر اللاعب صلاح الدين السعيدي من أبرز اللاعبين المجربين داخل الدوري المغربي، حيث قدم مستويات جيدة رفقة الوداد الرياضي طيلة المواسم الماضية. أصبح مستقبل المدافع إبراهيم نجم الدين مع النادي الأحمر غير واضح عقب عودته من الإعارة لفريق الدفاع الحسني الجديدي بعد نهاية الموسم الكروي الماضي. ولم يظهر المدافع إبراهيم نجم الدين في تشكيلة النادي الأحمر خلال المقابلة ضد نادي يوسفياس برشيد يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن فعالية دوري أحمد النسيفي رغم إشراك المدرب وليد الركراكي لمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، وذلك لوقوفه على مدى جاهزيتهم البدنية قبل انطلاق الموسم الكروي القادم وقبل تحديد قائمة المغادرين بالميركاتو الصيف الحالي. ويصطدم المدافع إبراهيم نجم الدين بمنافسة قوية في مركز خط الدفاع، وذلك لتواجد مجموعة من اللاعبين وأبرزهم المدافع أشرف داري وأمين أبو الفاسحة، بالإضافة لأمين فرحان والشيخ إبراهيم كومارا ومحمد رحيم. أصيب 3 لاعبين في المعسكر التدريبي للفريق الأحمر بالسعيدية والذي يستعد من خلاله لانطلاق الموسم الكروي القادم، وأصيب المهاجم منصف شراشم وحمزة إتعلل في المقابلة الأولى ضد يوسفياس برشيد يوم الأحد الماضي، لذلك قرر المدرب وليد الركراكي عدم إشراكهم في المقابلة الثانية ضد الراسينغ البيضاوي لتفادي تفاقم الإصابة، في حين يعاني اللاعب حمزة أسرير من بعض الآلام الخفيفة. في حين يواصل المدافع بدر الدين كدارين بدوره تدريب انفرادية منذ التحاق النادي الأحمر بمدينة السعيدية، وذلك للإصابة التي يعاني منها على مستوى الفخذ. وفضل المدرب وليد الركراكي المشاركة في دوري أحمد النسيفي، وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين وإمكانياتهم التقنية، وذلك لتحديد العناصر التي سيعتمد عليها خلال الموسم الكروي القادم. ويذكر أن فريق الوداد الرياضي سيواجه يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 9:30 ليلا نظيره نهضة بركان، وذلك في مقابلة ودية تجمع بين الفريقين ضمن فعالية الجولة الثالثة من دوري أحمد النسيفي. وكان قد فاز النادي الأحمر في المقابلة الأولى يوم الأحد الماضي على فريق يوسفياس برشيد بهدف دون مقابل، والذي حمل توقيع اللاعب سفيان كركاش. كما انتصر في المقابلة الثانية يوم الأربعاء الماضي على نادي الراسينغ البيضاوي بهدف مقابل هدف واحد، والذي حمل توقيع اللاعب وليد الكرسي ومحمد الوردي. ويسعى المدرب وليد الركراكي لاختبار جميع اللاعبين والوقوف على إمكانياتهم التقنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الكروي القادم. تقدم سعيد النصيري بعرض مالي تبلغ قيمته 120 مليون سنتيم للتعاقد مع أدول شابي لاعب فريق كاراكي البينيني، وذلك لرغبته في تعويض رحيل أيوب الكعبي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي. وأكد مصدر وداد مسؤول أنه مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي الحالي، فإن سعيد النصيري دخل في مفاوضات شادة مع 3 لاعبين أجانب، وذلك للتعاقد مع أحدهم، ويتعلق الأمر بالمهاجم البوركينافي محمد لامين واسارا والبنيني أودولي شابي، بالإضافة لسعيد جمعة من الكوت ديفوار. وأوضح أنه سيتم التعاقد مع المهاجم الجديد لتعويض رحيل أيوب الكعبي قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد موافقة المدرب وليد الركراكي على ضم أحد المهاجمين الثلاث بالميركاتو الصيفي الحالي.
وضع المدرب وليد الركراكي لاعب يحمل الجنسية الإسبانية قيد الاختبار من أجل الوقوف على إمكانياته التقنية والبدنية قبل التعاقد معه بالميركاتو الصيف الحالي. ويتعلق الأمر باللاعب الإسباني الفاريس غونزالو، حيث عمد المدرب وليد الركراكي إلى إدخاله خلال الجولة الثانية من المقابلة التي جمعت بين الفريق الأحمر والراسينغ البيضاوي ضمن فعالية دوري أحمد نسيفي. ومن المتوقع أن يحسم المدرب وليد الركراكي بعد نهاية الاختبار في مستقبل اللاعب الإسباني الفاريس غونزالو الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، وذلك للتعاقد معه بالميركاتو الصيف الحالي. ويأتي إخضاع اللاعب الإسباني للاختبار بالفريق الأحمر في إطار سياسة المدرب وليد الركراكي لبحثه عن لاعبين مجربين لتعزيزه تشكيلة الوداد الرياضي وتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي القادم. طالب المدرب وليد الركراكي من إدارة النادي الأحمر التعاقد مع مهاجم صريح، وذلك لتعويض رحيل أيوب الكعبي ومحمد أوناجم. ورغم تعاقد النادي الأحمر مع المهاجم شعيب فيدي والذي يخضع لتدريبات مكثفة بعدما دشن ظهوره الأول رفقة الوداد الرياضي في مقابلة يوسف ياس برشيد بدور أحمد نسيفي، لكن المدرب وليد الركراكي يصر على التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد بالميركاتو الصيف الحالي. وأكدت المصادر أن سعيد النصيري دخل في مفاوضات شدة مع المهاجم البوركينافي محمد لامين وصارة، بالإضافة للمهاجم البنيني أودولي شابي بالميركاتو الصيف الحالي. وأكد المدرب وليد الركراكي في وقت سابق حاجته لمهاجم صريح، وذلك لمساعدة الديبي مؤيد اللافي وصيم الموصوفة على مستوى خط الهجوم قبل انطلاق الموسم القادم.